هذا وشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في العرض التقديمي الذي عقد عن بعد وقدمه الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان النتائج الرئيسية لتقرير البرلمان الإلكتروني العالمي للعام 2024. نعم، حيث أشاد المشاركون بالتقدم الإيجابي الذي حققه مجلس الشورى والنواب بمملكة البحرين في النضج الرقمي على المستوى الدولي للبرلمانات. شارك في العرض التقديمي الافتراضي السيد هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى والدكتور مهدي الشويخ والسيد حسن إبراهيم أعضاء مجلس النواب، حيث تضمن التقرير الأسس التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي في تصنيف الدول ونتائجها ضمن مؤشر النضج الرقمي متمثلة بالمشاركة العامة والمحتوى الرقمي والنشر ودعم المستخدمين في البرلمان والنظم البرلمانية والبنية التحتية والحكومة والاستراتيجية والإدارة في المجال الرقمي.